كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد جويل رايبوران نائب مساعد وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص لسوريا. تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها واستعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.